ينادون بالحرية للمرأة ثم يقولون لباس الرجعية والتخلف عن حجابها، ويقولون امرأة غير محجبة ومحترمة أفضل من امرأة محجبة وغير مستقيمة. السؤال، هل تشريع الحجاب اليوم جديد على البشرية؟ ولماذا نشاهد ونسمع هذا الهجوم على الحجاب والانتقاص منه؟ اليوم بإذن الله سنتفكر أكثر بتشريع الحجاب في الإسلام، لأنه فعلا موضوع مهم جدا في هذا الزمن. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها، فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. يجب علينا أن نعلم أن من أعظم أصول الفطرة هي فطرة العفة، فتجد الرجل من فطرته أن يستر عورته، فكما تعلمون أن عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، وتجد بعض الرجال يزيد على ذلك بالستر ويستر عورته أكثر، وذلك من فطرة الإنسان وفطرة هذا الرجل. كذلك المرأة من فطرتها أن تستر عورتها، وعورة المرأة كما تعلمون أيضا أنها كل جسدها ما عدا الوجه والكفين. وبما أن هذا الستر وهذه العفة أصلاً عبادة بشكل عام والحجاب عبادة بشكل خاص، كان من هم الشيطان أن يغوي الإنسان ويجعل هذه العبادة عادة، فإذا أصبحت عادة سهل على الإنسان أن يترك هذه العفة. الحجاب أمر رباني من الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب أن تعي المرأة المسلمة أن الحجاب فرض ليس خيارا. هذه القضية يكاد تكون مسلمة عند أهل العلم جميعا في المذاهب كلها، قضية الحجاب اللي هو الساتر هذا، وكذلك الساتر الفضفاض على جسد المرأة الواسع، هذا محل اتفاق. فللأسف اليوم بعض النساء أصبحنا يتركن هذا الحجاب لأنهم يعتقدون أن هذا الحجاب عادة، فاستسهلوا هذا الأمر. يكفينا فقط أن نعرف أنه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أي كلمة من أي مذهب من المذاهب المنتسبة للإسلام، ولا رجل عالم ولا عامي قال أن الحجاب ليس فرضا. الأدلة القرآنية والأدلة النبوية واضحة وجلية أمام كل البشرية بأدلة الحجاب والستر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اتفقنا مع امرأة غير محجبة وطلبنا منها المشي في الشارع في دولة أوروبية، مر بدون حجاب ومر بحجاب، فكان هذا المقطع. For me, it's so disturbing. It's so annoying for me when guys flirt in the streets. I don't like it because it's like catfishing. It's like fishing. So many. I say when we were going, it was like in every step they were doing an act, like talking or expressing their faces, and with the cars. There were so many, like, in the first. And I was feeling not comfortable. In the second, when we were going, it was the balance. I didn't want it attention, but I was in the first dress and they say to me hello. Why would the second didn't say hello? That's the point. I was the same person, just changing the clothes. أنا أعرف أن البعض سيقول أن هناك منقبات ويتعرضن للتحرش والإزعاج، وهذا صحيح. مرض القلوب كثر للأسف، ولكن كلما احتشمت المرأة كلما قل الأذى، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، فقال: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي
يقل الأذى إذا احتشمت المرأة. الآية جدا واضحة. I feel so good because it's my first time that I dress this, and it's like I feel so covered, and it's good because sometimes people have to cover it and to express their much more their kindest thing and not just of the body. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لكن العجب في من نجا كيف نجا. العجب في من ما زالت متمسكة بالحجاب ومعتزة به وتفخر بهذا الحجاب وسط عالم مليء بالعري، مليء بالهجوم، مليء بالتحرر. As a Muslim woman in the UK, it is very very easy for us to be accepted by the non-Muslim community within our country, whether it is for work. I mean, I do a lot of trips work-wise, locally as well as abroad, and alhamdulillah, I have no problems at all. In fact, I find if you portray yourself as a Muslim, you get a lot more respect back. يعني وقوع الإنسان في المعاصي هذا سهل، الصعب هو كيف يثبت الإنسان على المبادئ. والأسباب التي أدت للتخلي عنه في العصور المتأخرة تعود إلى سببين رئيسيين. السبب الأول هو التأثر بالبيئة والمحيط، يعني كانت مرتدية للحجاب 10 سنوات ربما 15 سنة ما كانت تعاني من أي ضيق من الحجاب، فجأة صار الحجاب ثقيل بسبب تأثر معين، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الفتيات ممن نزعن الحجاب يتكلن على العقل دون ما احترام للتخصص. فكثير من الفتيات يقول لك والله أنا قريت القرآن وقريت السنة وفتحت كتب الفقهاء ورأيت كلام الإمام مالك والشافعي وفلان وفلان وفلان، لكن ما اقتنعت. فتصور يعني جعلت نفسها تقول لي الإمام الشافعي لا أنت يبدو ما تعرف، وأنت يا مالك ما لا والله، والفقهاء كلهم كلامكم ما أقنعني يا جماعة بهذه الصورة. فتقول إن الحجاب مو واجب، ويمكن أنه خاص بأمهات المؤمنين أو أنه خاص بكذا، وهي تعلم أن هذا كذب، وإنما هي قشة تحاول أن توهم من حولها أنها تركت الحجاب من أجله. أو تقول لي الطبيب مثلا، طبيب القلب سيعمل عملية مثلا للوالدة، هي تقول والله أنا ما أشوف يعني في شيء يعني يستدعي أن نسوي لها عملية، أخاف يعني تعرض إلى كذا، ما مو مقتنعة دكتور، ما راح أسوي لها العملية. هل يقال؟ مستحيل، لا يوجد شبهة حتى لا ترتقي من وجهة نظري أن تسمى شبهة. الحجاب ليس فقط موجود في الإسلام، بل هو موجود في كل الديانات السماوية. هم تركوا هذا الحجاب تحريفا لكتبهم في الأماكن العامة وفي الشوارع، ولكنهم يلتزمون بهذا الحجاب في الكنائس وأماكن عبادتهم. إذا ذهبت تراهم يلتزمون بهذا الحجاب. عندما نرى عائلة نصرانية محتشمة أو عائلة يهودية مثل هذه الصورة، نعرف أن هجوم العالم على حجاب المرأة المسلمة ليس حباً في المرأة، وإنما كرهاً في الإسلام. حجاب المرأة المسلمة أصبح فوق كونه فرضاً أصبح رمزاً للدين. في حادثة نيوزيلندا الأخيرة، كيف عبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا ومن معها من نساء نيوزيلندا عن تعاطفهم مع المسلمين؟ من خلال ارتداء الحجاب. أهمية الحجاب بالنسبة للمسلمة كأهمية الصدفة للمحارة للدانة أو للؤلؤة، كأهمية الجدار للبنيان وغرف النوم وعورات الناس. السؤال، لماذا فقط ينكر الحجاب على المرأة المسلمة؟ هم تركوا ملابسهم وتركوا الحشمة في الغرب ويقولون هذه من الحرية، وإذا لبست المرأة المسلمة الحجاب وكانت بحشمتها يقولون المرأة مظلومة. هذه المرأة هي التي اختارت من غير إجبار، هي التي اختارت ملابسها وحشمتها المناسبة لفطرتها، وهذه هي فعلا كلمة الحرية. الحجاب هو احترام لحرية المرأة. قد يقول قائل أنت فاهم غلط، الناس قاعد يقولون أن الحجاب هو ضد حرية المرأة. لا، أنا أقول لك أنا أعي ما أقول. في امرأة ذكرت قصتها الكاتبة كاثرين بولوك في كتابها نظرة الغرب إلى الحجاب. قد ذهبت في رحلة مع زوجها إلى تركيا
في القرن الثامن عشر الميلادي وارتدت فعلا الحجاب. فلما سئلت بعد عودتها إلى أهلها كيف رأيت الحجاب؟ قالت وجدت فيه الحرية، ما أشعر أن أنظار الرجال تقيدني في مشي أو في جلستي أو في ذهابي أو في إيابي. They weren't seeing us at all. They weren't. They were just like seeing us and their head was straight to another action. الإسلام يريدنا أن نتعامل مع المرأة كعقل وروح لا كجسد. بعضهم يقول أن الإيمان في القلب وأن الأعمال بالنيات ما لها علاقة بالحشمة والحجاب، وبعضهم أيضا يقول أن تجد أحيانا المرأة الغير محجبة أعمالها وأخلاقها أفضل من المرأة المحجبة، وهذا خطأ كبير. التعميم خطأ، خطأ المرأة المحجبة هو خطأها على نفسها. أنا أضرب لكم مثال على نفسي، أنا فهد اليوم إذا أخطأ فهد فخطأ فهد هو خطأ على نفسه، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. ما لهم علاقة أمة المساجد والمتدينين. اليوم الطبيب إذا كان بلبسه وأخطأ هذا الطبيب، الطب ليس له علاقة والأطباء الآخرين ليس لهم علاقة بخطأ هذا الطبيب. كلمة وجملة الإيمان بالقلب هذه كلمة خاطئة تماما. في الإسلام جاء الإسلام أن الإيمان في القلب ويظهر عليه الأعمال والجوارح، ونقرأ الآيات الكثيرة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجب أن يتوافق الإيمان مع العمل أمام الله سبحانه وتعالى. فمن أهم الأعمال الصالحة للمرأة إن كانت مؤمنة هذا الحجاب. وينبغي أن تستشعر وهي ترتدي حجابها أنها في عبادة. المرأة فيها ميزة على الرجل أنه هي طالعة من البيت بحجابها، هي فيها جزء عبادة في سترها. الحشمة من الفطرة. لما أسلمت أختنا لورين بوث كان لها طفلتان. اسمعوا معي ماذا قالوا لها. And at the time they were 10 years old and 8 years old. And I said to them, your mum is thinking of becoming a Muslim. What do you think? And they said, we have three questions. And the first question was, when you are a Muslim, will you still be our mummy? And I said, yeah, I think I'll be a better mother. The second question was, when you are a Muslim, will you still drink alcohol? I said, I'll never drink alcohol again. They said, if you are a Muslim, will you still wear revealing clothing? I said, why did you ask me this? And my daughter Holly said, because you always show your neck and chest area and we hate it, we want you to stop. I said, look, if I'm Muslim, I will always be modest when I leave the house. And they said, we love Islam, that's it. And alhamdulillah, my daughters became Muslim and began praying with me straight away. Subhanallah. I have employees in my business who also wear hijab and they do the day-to-day running quite happily without any issues at all. If women would like to wear the hijab, it is something that would be accepted openly and people out there will accept whatever you want to practice. You choose to practice and you are happy to do it without any worries at all. لذلك الحجاب عمره ما عاق المرأة عن اختراع أو اكتشاف أو علم أو تطور أو استشارة، أن تستشار أو تصل إلى أعلى المراتب. ويجب علينا أن نعلم أن الحجاب ليس له علاقة بالجهل والتخلف، فلا نستطيع أن نحصي عدد النساء اللاتي حصلن على شهادات عالية وتفوقوا في كثير مجالات وتقلدوا تبارك الرحمن مناصب عديدة في كل المجالات وكانوا محجبات ومسلمات ومحتشمات. فيجب علينا أن نقول دائما أن الحجاب هو غطاء للرأس وليس غطاء للعقل. فكان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي. فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى. أختي المحجبة، ألا يكفيك أن تكوني كمريم عليها السلام؟ ألا يكفيك أن يشبهونك بخديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ ألا يكفيك أن تكوني
مثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أعلم أن بعض أهلك وأصدقائك يريدون أن يحبطونك ويشككونك في هذا الحجاب وقناعاتك. إذا وصلت إلى مرحلة الخوف دائما قولي هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، بإذن الله سوف يذهب عنك هذا السوء. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأقول لكل أخت تعيش في العالم وخاصة في الدول الغربية، إذا حاربوك وآذوك في حجابك قولي هذه الكلمة: توكلت على الله ربي ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.